هنعمل ايه يا اسس؟ هنعمل ايه في ايه يا شندويلي؟ هو ايه اللي في ايه يا شندويلي؟ في البت السوسه الدحلابه اللي اسمها فراوله اللي جايه تلهف مننا كل حاجه وترملنا الفتافيت. يا ساتر يا رب، ايه الغل ده؟ اهدى على نفسك، ده الصهد اللي جواك واصل لي يا راجل. هنعمل لها ايه يعني؟ اشتغل على نفسك كده وبكره ربنا يكرمك وتبقى احسن منها كمان. يعني انت مش حاسه بالخطر؟ لا مش حاسه بالخطر، وحمد ربنا وشكرا على اللي هو رازقني بيه. اصل هعمل لها ايه يعني؟ انا اللي جاي اسالك. بتسالني على ايه؟ كما قالت بسم الله الرحمن الرحيم، ابتعدوا واعملوا مثلها، اتخذوها قدوه. وحضرتك واقف هنا من بدري يا مستر يانج؟ لم تشعر بي لان طاقتك كانت منشغله بالحسد والغيره، ولكن ان استطعت التغلب على هذه المشاعر السلبيه اللعينه فستصبح خفيف مثل الريش، وستسبح مثل فراوله في بحر الطاقه الايجابيه. عندك حق يا مستر يانج، انا اسف، بس كل الحكايه يعني ان هي شرخه واحنا مش عارفين نلحقها. ركز في ورقتك وانشغل بنفسك، وهذا اخر تحذير لك يا شندبيل. انا حتى كنت لسه بقول لي اسس